بعد التصريحات ديال السيد رئيس الحكومه او امين العام لحزب العداله والتنميه، لانه حتى في التصريحات ديالو امام الراي العام كيقول لهم انا رئيس حكومه، مره يقول انا الامين العام، وما عرفناش الصفه باش جا حضر فيها في اكادير، ولكن حتى قدمنا بشكايه الان كنهيئوا الاجراء اللمسات الاخيره للشكايه هذا اللي قدم السيد وكيل الملك في اكادير، وكذلك قدم السيد وكيل الملك في تزنيد، لان نفس التصريحات عاوده وهو تصرفين مستقلين ومختلفين ولكن نفس الاتجاه، وكذلك لانه قال ان رئيس الحكومه اضطرينا باش نديروا هي شكايه اخرى امام الوكيل العام بمحكمه النقد، لا في ما يهم تزنيت ولا ما يهم اكادير، لان اعتبرنا بان التصرفات اولا بما انها تمس الاحترام الواجب الفصل 118 من القانون ديال 57 ديال 59 11 ولا 57 11، ولكن كليهما كتنص على انه راه يجب الاحترام الواجب لل للمرشحين، وان البرامج ما خصهاش تمس بالاحترام الواجب، وان القذف والسب والاتهامات ليست من مهام الاحزاب، لان الاحزاب تؤثر المواطنين في خلف فصل 7 من الدستور. اضافه لذلك هناك اجتهاد ديال المحكمه الدستوريه اللي كينص على انه اي مساس بالمنافسين او المس باحترام الواجب لهم كيسقط اللوائح وكيسقط وكيلغي النتيجه الانتخابيه، وبناء عليه حنا غادي نديروا المسطره ديالنا ومن بعد غادي نرطبوا النتائج القانونيه على الشكايات اللي غادي نقدموا، وشكرا.